وهي عملية تسعى من خلالها على توزيع مجموعة من المواد الأساسية على الفئات المستهدفة، وتندرج هذه العملية التضامنية النبيلة على ترسيخ التضامن كقيم أساسية في الثقافة الاجتماعية والتنمية البشرية. فعدد المستفيدين على المستوى إقليم العيون هو 9200 مستفيد، موزعة بالوسط الحضري 6800 وبالوسط القروي 2400. وأن هذه العملية التضامنية تمر في أجواء مفعمة بالشفافية تاركة صدى طيبا في نفوس الفئات الاجتماعية المستفيدة. اللهم إنك تعلم أن أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك سيدنا محمد السادس يقتدي بجده المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وخاصة في رمضان. ها هو أمير المؤمنين وصبغة الرسول الأمين يقتفي أثر جده صلى الله عليه وسلم